بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في بارت 2 من الكلاود كومبيوتينج في قناة عيد غزالة لتبسيط وشرح موضوعات السوفتوير انجينيرينج. في بارت 2 هنتكلم على الكومبيوتينج لايرز. بارت 1 شرحنا الانترودكشن وبعض الديفينيشن. هذا البارت زي ما انا قلت هنتكلم على الكومبيوتينج لاير. الكومبيوتينج لايرز عبارة عن 3 لاير: الانفراستراكشر لاير والبلاتفورم لاير والابليكيشن لاير. انفراستراكشر لاير واللايرز، لما نبص في الاول في الاركتكتشر ده بنلاقي الانفراستراكشر لاير هي البوتوم لاير، وابافيت البلاتفورم لاير، وات ذا توب اللي هي الابليكيشن لاير. دول الكمبيوتنج لاير. الانفراستراكشر لاير هي البوتوم لاير، indicates all hardware component like the processor والميموري والنتورك والستورج ديفايسز. بنلاحظ هنا كلمة compute اختصارا يعني في الانفراستراكشر layer. compute it specifies، هنا الاول it specifies computing resources، ناخد بالنا، without any layer of software installed over them not even the operating system. يعني الانفراستراكشر لاير ما لهاش اي سوفت لاير، هي الهاردوير بس اللي هو اللي موجود في البوتوم لاير. كلمه كومبيوت ده ما انا ذكرت قبل ذلك، ذا كومبوننت ريكوايرد فور اسيمبلينج ا كومبيوتينج سيستم، اللي هي المكونات المطلوبه انك تكون حاسب زي البروسيسور والميموري كومبوننت. ات نيدز ذا بيزك، طبعا الهاردوير ده وزود بيزك فاسيلتيز زي الالكتريك باور سبلاي زي الكولينج سيستم مش هيشتغل، فبالتالي تران او انك تشغل اللي هي الانفراستراكشر لاير فهي عايزه الكتريك باور سبلاي كولينج سيستم اند اذرز. في مصطلح مهم جدا بيستخدم في اللي هو الكلاود كومبيوتينج اللي هو الفيرشواليزيشن، لان هنا قبل ما نخش في الفيرجواليزيشن بيبقى عندك انت هاردوير بس واحد وفي اوبريتنج سيستم واحد، ده اللي الكلاود بي سبلاي او بيروفايد تو ذا كاستمرز. لكن انت عايز تشغل عليه ابلكيشنز وذ ديفرنت اوبريتنج سيستم، فبالتالي محتاجين كلمه الفيرجو، محتاجين اللي هو نظام الفيرشواليزيشن. Virtualization is a technology by which multiple virtual machines are run in the same hardware. ادي الفيرشوال ماشينز هم ودي السيم هاردوير، الهاردوير والهوست اوبريتنج سيستم. وناخد بالنا من كلمه فيرشوال ماشين سوبرفايزر عشان يسوبرفايز الفيرشوال ماشين دي. اللي قدامنا ده هاردوير فيرشواليزد سيرفر، هو سيرفر واحد but hosting 3 virtualized machines. Every virtual machine has its own operating system، زي اللي قدامنا دي شغال ويندوز ودي لينكس ودي اي operating system by the guest. Has its own operating system and application، كل واحد ليه الابليكيشن بتاعه والاوبريتنج سيستم بتاعه. كلمه اللي هو هايبر فايزر او الفيرشوال ماشين هايبر فايزر از سوفت وير، ده سوفت وير اهو is used to run multiple virtual machines and multiple virtual machines on a single physical machine. ده الفيزيكال ماشين لكن ده فيرشواليز. الهايبر فايزر allocates the physical computing resources اللي هم دول such as the CPU والميموري to individual virtual machines، يعني كل واحد من الفيرشواليزد ماشينز دي بيشتغل على الهاردوير ده كانه ملكه هو باستخدام التكنولوجي بتاعت الفيرشواليزيشن. اللاير الثانية من الكمبيوتنج لاير اللي هي البلاتفورم لاير، بلاتفورم لاير وديت ات ذا توب اوف ذا انفراستراكشر لاير. بلاتفورم لاير اتيز ذا انفراستراكشر لاير، هي الانفراستراكشر لاير هي بتتكون من دي بات لودد ويز لايرز اوف سوفت وير ذات ار ريكوايرد تو ران بروجرام اور ابلكيشن. لكن هنا بقى هنحط عليها ايه؟ سوفت وير زي الاوبريتنج سيستم، الميدل وير، ران تايم لايبرز فور تو ران سيرتن ابلكيشن. يعني ديت كل ديت اللي هي الانفراستراكشر لاير بالاضافه للسوفت وير كومبوننتس بيطلق عليها اللي هي البلاتفورم لاير.
It comprises hardware resources زي ما احنا قلنا هذه الهاردوير ريسورسز اللي هي an operating system middleware if required and runtime libraries. It is used by مين اللي بيستخدم بقى البلاتفورم لاير ديت؟ هم بيستخدمها السوفت وير ديفلوبرز ان هو يعمل ديفلوب ديزاين لنيو ابلكيشن او كده او ديبلوي او تيست او تو ران الابلكيشن بتاعه. فبالتالي هو بيستخدم اللي هو البلاتفورم لاير. اللاير اللي بعد كده اللي هي الابلكيشن لاير. ادي الابلكيشن لاير اللي هي ات ذا توب اوف ذا كومبيوتنج لايرز. الابلكيشن لاير لايز ات ذا توب اوف ذا ستاك هي where the actual cloud application are located. هنا بقى الابليكيشن اللي هم الكاستمرز بيستخدموا. The application must be web based. لازم احنا بنقول الكلاود لازم يبقى فيه نتورك والكاستمر بيخش على النتورك عشان يوصل للتعليم. فبالتالي الابليكيشن يبقى لازم web based and accessible from in everywhere and on any device at any time. The application layer provides interfaces اليوزر انترفيس يعني for interaction with external system. هذا الاكسترنال سيستم قد يكون human or machine. وبذلك يكون انتهينا في بارت 2. ارجو ان الناس تراجع بارت 1 علشان بارت 2 يكون مفهوم بالنسبه لهم الى ان استكمل اللي هو بارت 3 وبارت 4. إذا كان هذا الفيديو أعجبكم فأرجو أن تشتركوا في القناة وترسلوا لي your comments. Thank you.